مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع. يوم الأحد أجواء تقريبا حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية الغربية العظمى 34 والصغرى 22، المناطق الغربية 35-26، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رعدية من المطر 26-17، المنطقة الوسطى 35-23، المناطق الشمالية الشرقية 28-16، والمنطقة الشرقية 34-23 درجة مئوية. يوم الاثنين أجواء تقريبا مبررة في المناطق الشمالية الغربية، المناطق الشمالية الغربية العظمى 38 والصغرى 26، المناطق الغربية من المملكة العظمى 36 والصغرى 26، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر العظمى 27 والصغرى 17، المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض 35-25 مع ظهور بعض السحب، المناطق الشمالية الشرقية 32-21 والمنطقة الشرقية 34-23 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء أيضا مبررة في المناطق الشمالية بشكل عام، سواء المناطق الشمالية الغربية أو الشمالية الشرقية، أجواء حارة نسبيا إلى حارة في معظم مناطق المملكة. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 36 والصغرى 17، المناطق الغربية من المملكة العظمى 38 والصغرى 28، المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية العظمى 27 والصغرى 17، المنطقة الرياض والمنطقة الوسطى 38-28 أجواء حارة نسبيا إلى حارة، والمناطق الشمالية الشرقية أجواء مغبرة وحارة 36-19، والمنطقة الشرقية أيضا أجواء حارة 36-24 درجة مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع أيضا هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الجنوبية والغربية والغربية الجنوبية الغربية من المملكة، المناطق الشمالية انخفاض على درجات الحرارة العظمى 28 والصغرى 16، أيضا المناطق الشمالية الشرقية 30-15 مع ظهور بعض السحب، المناطق الغربية وأيضا أجواء غائمة جزئيا وحارة نسبيا إلى حارة والعظمى 35 والصغرى 26، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر 27-17، منطقة الرياض أجواء غائمة جزئيا احتمال سقوط بعض الزخات الرعدية من المطر أحيانا العظمى 39 والصغرى 19، المناطق الشمالية الغربية انخفاض على درجات الحرارة وظهور السحب المنخفضة العظمى 30 والصغرى 15، المنطقة الشرقية من المملكة 36-26 درجة مئوية مع أجواء حارة نسبيا. يوم الخميس أيضا الأجواء في المناطق الشمالية الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29-19، المنطقة الغربية انخفاض على درجات الحرارة مع ظهور بعض السحب المنخفضة العظمى 33 والصغرى 25، المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة وزخات رعدية من المطر 25-17، أيضا منطقة الرياض أجواء غائمة جزئيا لأنها تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي، أيضا هناك احتمال لسقوط زخات رعدية من المطر العظمى 37 والصغرى 26، المناطق الشمالية الشرقية أجواء مغبرة وانخفاض على درجات الحرارة العظمى 28 والصغرى 15، لكن المناطق الشرقية من المملكة أجواء حارة نسبيا العظمى 35 والصغرى 26 درجة
درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا الأجواء مشمسة في المناطق الشمالية، لكن يبقى أو تضعف حالة عدم الاستقرار الجوي في المناطق الغربية والجنوبية الغربية وأيضا المنطقة الوسطى، منطقة الرياض تضعف تدريجيا. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 33 والصغرى 20، المناطق الغربية العظمى 34 والصغرى 27، المناطق الجنوبية الغربية 25 إلى 16 مع أجواء غائمة جزئيا. أيضا منطقة الرياض أجواء غائمة جزئيا، لكن تضعف فرصة سقوط الزخات الرعدية، لكن يبقى هناك احتمال لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا. العظمى 36 والصغرى 26، المناطق الشمالية الشرقية العظمى 30 والصغرى 19، المناطق الشرقية العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع أوقاتا سعيدة وصياما مقبولا، وتحية جميلة لكم من طقس العرب.